الراجل ده كان سايق المترو ده، احنا حبيت بس اصور لكم الموقف ده. بصوا هيمشي لوحده، المفروض يعني المفروض كده هيمشي لوحده. الراجل بيكلم اللاسلك اهون، مش عارف ايه اللي هيحصل، بس هل ده هيمشي لوحده عم عبد الله دلوقتي؟ هو الراجل وصل على فكره التوصيلات بتاعته في الكابينه وقفله وراح متصل باللاسلكي و بيقول له يلا مشي يا عم، دوره يا عم الحاج وخليه يتكل على الله. وهنا حتى هو بص بيتنشت انستو بص 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 لوحده لوحده. يلا يا نجم، سلامة يا مواطن، الف سلامة والقلب داعي لك يا نجم. يلا هو واقف عبد الله بيقول لي ايه؟ بيقول لي نيجي واحد يخبطه من ورا. بصراحة يا جماعة المكان كبير جدا ومليان حاجات، والفيديو طول المرة اللي فاتت وانا مش عاوز الفيديوهات تطول، عاوزكم برضو تستمتعوا وما تملوش. ونبدأ بقى الجزء الثاني من الفيديو بتاعنا، ويا رب ينول اعجابكم. السلام عليكم، ازيكم، اخباركم ايه؟ هنكمل الجزء الثاني من موضوع العفش والفيديو الجميل اللي احنا بنقدمه لحضراتكم. خدمات زي ما قلت لك بنقدمها عشان بنساعدك ان انت تعيش تشتري حاجات اقتصاديه داخل مدينه نورنبرج، المدينه اللي انا عايش فيها. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، ما تنساش اللايك والاشتراك وتعليق جميل. صباحكم جميل، يلا بينا نكمل الفيديو. خش بقى على السراير، شايف السرير ده عامل ازاي يا جماعه؟ بص ما شاء الله لا قوه الا بالله. في دولاب قديمه هون ب 180 يورو، يعني برضه ليه ناسه، يعني في حاجات ليها ناسها. بصوا بقى الدولاب ده متباع، شايفينه متباع اهو، بس حته الدولاب جميل جميل جميل، بحالته جديد، بحالته 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 والله يا جماعه بحالته. وتجيب عليه سرير وتتجوز وتستر واحده وسلام عليكم. بس الواحده دي هتقول لك ايه بقى؟ سيغني واكتب لي قايمه واعملني، فاكرين الدواليب بتاع الزمان دي؟ وتقعد بقى تزهقك وتقرفك في عيشتك زي ما تكون انت رايح تشتري ايه؟ تشتري ايه بقى؟ خليها في سركم. خفوا يا جماعه، خفوا يا جماعه، الشباب يا جماعه، لو لقيت واحد لاختك محترم متدين يصون عرضها ويصونها، توكل على الله، ما تفكرش، سيبك من حاجات الزايله والقايمه والكلام الفارغ دون والذهب وسيغني وما تسيغنيش والنيش، نيش ايه وبتاع ايه؟ بصوا سرير الاطفال ده. المهم انا في حاجه عاوز اقول لكم عليها واحنا بنتفرج على الدولاب الجميل ده ب 230 يورو. بصوا الدولاب ده مودرن مودرن مودرن. بصوا يا جماعه بصوا، يعني حاجه اخر جمال. بصوا شفتوا؟ شايفين يا جماعه؟ درفه كبيره جرار من غير مقابض يا نجم، من غير مقابض يا نجم، كله جرار. بصوا الدولاب عامل ازاي ب 230 يورو، والله العظيم ما فلوس، 25 يورو، شايف؟ يعني حاجات كتيرة 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 كتيرة. بص ده ب 70 يورو اهي البتاعة دي، شايفين؟ تقريبا الاتنين قطعة ب 70 يورو اهم، ولا ايه 70 يورو؟ استنى بس يا جماعة، 70 يورو الليلة دي كلها يا جماعة. يا عبد الله، طب لحظة واحدة، عبد الله بيناديني عشان بنتصل بواحد صاحبنا، لو هيجي معاه عربية هيشيل معانا الحاجات اللي احنا هنشتريها، يبقى هناخد الكنبة اللي احنا كنا قاعدين عليها. بصوا الكنبة يا جماعة احنا خلاص هنشتريها ب 10 يورو. بصوا كنبة ممتازة ممتازة، بس صديقنا جاي بالعربية بتاعته، هنشوف لو هتيجي هندفع فلوسها، لو مش هتيجي يبقى هنكبر دماغنا وبلاش نتعب روحنا في هذه القصة بتاعت الفوتيه ده. بصراحة ما يتسابش، والله ما يتساب. بص حالته عاملة ازاي، محترمة محترمة محترمة. هما بيبيعوه على فكرة رخيص كده عشان هو لوحده، يعني هما بيبيعوه عشان هو لوحده، ممكن يكون كان معاه مجموعة بتاعته وحد اخد او كل واحد خد حاجة، بس يعني هو ده ممكن يكون اللي حصل، ده السيناريو يعني. وفضة هذه السيسيل او الفوتيه، والله المستعان، لو من نصيب عبد الله يبقى خير. حتى عبد الله قال لي شيل الورقة لا تتباع، وهي مش هتتباع ولا حاجة لان الناس مش هتاخد دي، بس هي دي عبد الله يحتاجها يقعد عليها افضل من اي شيء تاني. طبعا هنا بصوا متوسخة دي اللي انا وريتها لكم 28 يورو، هي دي عاوزة تتغسل غسل حلوة او يتحط عليها فرشة، بس ممتازة 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 ممتازة، والله جميلة ومش تقيلة، والله العظيم الكنبة دي جميلة، بس ممكن ده ما يروحش فتشربها واحد واحد تتتتت عليها، فلا بلاش يعني، خلينا في الشيء الكويس، يعني حاجة نظيفة الواحد ما يتعبش منها. شايفين؟ دي ب 55 يورو. خليني أوريكم حاجة تانية. بصوا عبد الله السلطان عبد الله، استنى ما اصورك. بص عبد الله قعد خلاص عجبته، ايه رايك فيها؟ ها ممتازه عبد الله صح؟ ربنا يوسع عليك يا عبد.
فاكرين كنا مره في السوق ووريتكم مكنه اختي دي، بس كانت التانيه جديده لانج، دي حالتها يعني بنسبه 70% مش زي التانيه. هي حاجتها كلها بصوا درجه فيه معرفش اهون حاجات اهون ومكاكيك وبتاع للمكنه، وادي هي اللي هي بتاعت المكنه اللي بتروح وتنزل وتطلع دي. طبعا الجو ده بقى للناس اللي عارفه ربنا يكرمها. تعالوا اوريكم شاشه جميله قوي، المكان ضخم 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 يا جماعه. بص هنا كده شايف ده، بص ب 85 يورو البتاع ده، طبعا قديم بس عادي دي متباعة شايفين. بس هي ام رجول، عارف فاكر الحاجات اللي هي برجول دي كانت زمان متباعة، معرفش اشتروها ليه، من الانتيكات، في ناس غاوية الكلام ده وعندها مساحات في بيوتها تحط الحاجات دي. بصوا ب 199 يورو اللي هي ايه اللي هي المفرمة بتاعت اللحمة وحاجات بقى وعجانة فيلم ايطالي دي لللانشون والبسطرمة وكل حاجة حلوة. بصوا الشاشة دي، الشاشة دي جديدة 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 بكام؟ ب 299 يورو. غلبان يا مفلس غلبان يا مفلس، شايفين التلاجة دي ب 233 يورو، غلبان يا مفلس دي متباعة، شايفين التلاجة دي متباعة دي ب 459 يورو، شايفين الدولاب ده الشرنك ب 299 يورو، وانا اهو انا اهو انا اهو انا اهو في سرير بدورين اهو. للي عاوز برضو، في ناس ممكن يكون عنده اولاد كتير والحكايه مزنقه والمساحات ضيقه، ممكن يجيب سراير زي دي لاولاده عادي لحد ما يكبروا ويبقى كل واحد يعيش حياته. ب 200 يورو، 199 يورو، ثلاجات اهي، غساله فول اوتوماتيك ب 399، 400 يورو، 259 يورو ثلاجه، 259 يورو بوتاجاز اهو. بصوا بقى البتاع الشوايه، فاكرينها كنا صورناها احنا مره دي، ب 259 يورو، بس حاجه ايه وهم بتشتغل بالغاز. حلو، عندهم مجموعه حلوه جدا وكلها حاجات جديده اللي عارضينها. بالنسبه للاجهزه دي في حاجات مستعمله كتير. بص البوتاجاز ده بالفرن بتاعه، بص قد ايه قصير قوي ده، بتحط له بقى ده اللي هي المطابخ اللي انت بتدخل فيها الكلام ده، في المطابخ بتعمل له قاعده الخشب بتاعته وانت بتفصل المطبخ وبتظبط الكلام. بصوا اللي هي نص اوتوماتيك ب 379 يورو، حلوه الغساله دي قوي قوي قوي، عن تجربه جربتها زمان قبل كده. بصوا المنشفه دي والغساله الفول اوتوماتيك بكام؟ ب 379 يورو، شايفين البوتاجاز ده ب 299 يورو. بص غساله الاطباق دي ب 249 يورو، غساله تاني ب 369 يورو، غساله تاني ب 279 يورو، طبعا دي اكبر من دي، حتى باين الفتحه بتاعت الباب، بص قد ايه، ودي فتحه الباب قد كذا. في اللي هو ال 5 كيلو معرفش بقى هل 9 كيلو اهي، دي 9 كيلو ودي تقريبا ال 5 كيلو. في ثلاجه هنا ب 200 يورو، دول صورناهم، وادي المعرض اهو. خلينا نروح مكان اخر وحته اخرى. بصوا يا جماعه الركنه دي شايفين قد ايه؟ شايفين الركنه يا جماعه بحالتها، حرفيا بحالتها، فيها شويه حاجات زي كده مثلا عاوزه تتغسل وسلام عليكم، الحاجات دي بتتغسل وبترجع تاني عادي ما فيش اي مشكله، لان ده وساخه. عارف دي حلوه ليه؟ شايف بص شايف التقفيل عامل ازاي؟ ده جلد ده يا جماعه، خلي بالك ده جلد اهو، جلد مش قماش. بص الشغل، شايف بص الفخامه، شوف الماتيريال يا باشا، بص حاجه وسنده للدماغ وحاجه اخر جمال. جلد يعني كل اللي انت شايفه ده يتغسل بميه وصابون هيرجع زي الاول واحسن. مع الترابيزه الكبيره دي بكام بقى؟ ب 45 يورو الترابيزه دي، يعني الطقم ده 45 و 95 يعني 140 يورو بقى عندك طقم او ركنه بالشكل الجميل ده. خش بقى على الانترهات بقى العتباوي بقى واللي انت فاهمه يا باشا والفرنشات اللي فاكرين الحاجات دي الشغل القديم ده بكام؟ ب 100 يورو اهو، 2 فوتيه والبتاعه الكبيره دي الكنبه بس من غير ترابيزه، حتى الترابيزه دي مش بتاعته متباعه. ممكن انت تدبق له اي ترابيزه ب 15 يورو ب 20 يورو وخلاص، ده متباع الطقم ده بالترابيزه بتاعته. بص بص الجمال، بص الجمال، هو لونه باهت شويه بس حلو، حلو ان هو بص شايف بتبان الحاجه بتبان، يعني بص تمسك الحاجه كده ممتازه 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 ممتازه. خش على حاجه تانية، يعني دي بكام؟ ب 5 يورو، شايف الترابيزه دي ب 5 يورو. الليله دي بقى كلها ايه بقى يا باشا؟ ادي فوتيه وادي كنبه والركنه بتاعتهم ماشي يا نجم، وكنبه صغيره ب 120 يورو الليله دي كلها، وخمسه 130 يورو ولا 125، 125 يورو اهو. بص
حاجة آخر جمال جمال. بص هنا شايف متباعة دي بعشرة يورو، والله دي أفخم من اللي عبد الله ياخدها. بس التانية دي لا، التانية دي حكاية، التانية دي حكاية اللي خدها عبد الله دي حكاية حكاية، بعشرة يورو اهي. ودي متباعة، تعالى كده بص الترابيزة دي بعشرة يورو، شايفها اهي؟ شايفين يا جماعة؟ ما شاء الله. طب خش بقى على حاجة تانية بقى، ده بقى فخم فخم فخم. بصوا كنبة كبيرة وكنبة صغيرة وكرسي فوتيه الترابيزة دي مش ترابيزة يا جماعة، دي تحط عليها رجلك، يعني عارف نوع من الرفاهية الزيادة عن اللزوم. الناس بترفه نفسها، يعني تبقى قاعد كده وتروح ممدد رجلك على البتاعة دي. طبعا ما يبقاش بالجزمة، يعني مش كله بالجزمة بالجزمة، لا في بيتك طبعا ما يبقاش فيه الكلام ده، بتبقى قاعد براحتك بقى ومية مية والدنيا حلوة. ده مطبخ من أيام زمان ب 120 يورو أهو، شايفينه؟ دي ب 120 يورو، بس معرفش إيه دي. أه ممكن يكون هو ده كله ب 120 يورو، الحتتين دول والحتة دي ب 120 يورو. المكتبة دي ولا البوفيه ولا الكومودينو ده ولا اسمه إيه ولا الشيفونيرة ولا معرفش اسمه، ب 180 يورو. بص عامل إزاي؟ حاجة آخر جمال. طبعا الملابس مالناش دعوة بالملابس، احنا مالناش علاقة بموضوع الملابس ده. تعالى اوريك حاجة تاني. بص شايف الترابيزة دي بعشرة يورو وجنبها البتاع ده بستين يورو، تصور ركنة جميلة اهي، ستين يورو وعشرة سبعين يورو. انسى يا عمرو فرشت بيتك وحلو والله. المهم يا جماعة ان انت اي حاجة هتدخلها بيتك لازم تغسلها غسلة نظيفة ولازم تظبطها ظبطك تمام. تعالى بقى اوريك حاجة، حاجة عالمية. شايف الكنبة دي؟ شايف الكنبة دي والكرسي ده معاها ب 85 يورو، الاثنين دول بالمخدات بتاعتهم، حاجه فخامه ونظيفه، نظافه والله نظيفه، نظافه نفس نظافه البتاع اللي خدها عبد الله لو هتيجي في عربيه الباشمهندس خلدون. بص يا باشا ب 75 يورو الكنبه دي، غلبان يا مفلس، غلبان يا مفلس. تعالى يا عبد الله اوريك حاجه انت هتنبهر بيها. لا تعالى 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 يا عبد الله، والله انت ابن حلال يا عبد والله العظيم. لا 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 دي افخم، بس دي حالتها مش قد التانية، بس دي في القعدة. لا 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 اقعد على دي يا باشا، اقعد على دي، اقعد على دي يا نجم. استنوا بس يا جماعة، عبد الله بصوا المعرض عامل ازاي، وبعدين دي بتتحرك، ايه رأيك؟ و10 يورو برضه، بس التانية أفخم. لا 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 دي مش مريحة اللي أنت قاعد عليها، والتانية دي اللي هم دول دي أحلى والله، أريح في القعدة، أريح من التانية. يا راجل يا راجل، هي ملمومة عشان العربية. طب بص لو خلدون عجبته، اصلا خلدون دخلت دماغه، فنشوف نشوف هنشوف ايه. لا عادي لو خلدون عاوزها، ده احنا والله العظيم ثلاثة، ده احنا نشيلها له على كتافنا ونوديها لحد البيت. يعني الباشمهندس خلدون ونعم الرجالة ونعم الناس، والله مش بنقول كده عشان هو صديقنا، لا هو فعلا شخص محترم جدا جدا وخدوم بطريقة فوق ما تتخيلوا. بص المكتبة دي متباعة، اقنعت عبد الله ان الفوتيه ده مش زي الفوتيه التاني بصراحه. الفوتيه التاني افخم واشيك واجدد يعني، لكن دي بصراحه محتاجه مش عارف يعني، دي تعبانه قوي. دي القماش بتاعها قديم مش زي التانيه. التانيه حكايه. يلا خش بقى على الزجاجيات، الحاجات اللي هي بتحتاجها لو انت عاوز حاجات في البيت اللي هي من الصيني او الزجاج او الخزف، هتلاقي برضو ليك نصيب في الموضوع ده. عاوز معالق وشوك وسكاكين هتلاقي، عاوز كاسات طقم الخشاف يا بيت هتلاقي، عاوز حاجات للقهوة، حاجات اللي هي المثلجات، اي حاجة هتلاقي. بصوا بجميع الاشكال وكل حاجة عليها سعرها، وحاجات رخيصة جدا يعني. بص دي بيورو واربعين سنت، يورو ونص ولا اي فلوس يعني. بص الطقم دون لما تشتريه خمس حتت اهم بحوالي سبعة يورو ونص ولا تمانية يورو ولا حتى عشرة يورو يا سيدي، مش مشكلة. بص البتاعة دي الكبيرة دي، بص الحاجات الملونة دي، الزجاج الملون وحاجات جميلة او كاسات بقى وبتاع، وحاجات للناس اللي بتوع الشمبانيا والخمورجية وديها. دي حاجات للقهوة لو انت عاوز مثلا تشرب انت واولادك اهو. طقم اهو بكام؟ بسبعة يورو وتمانين سنت الطقم ده بالاطباق بتاعته اهو. بص يا جماعه حاجات ما بتبقاش كامله يعني، المفروض ان الطقم بيبقى ست قطع نص دسته، تلاقي هنا خمسه، تلاقي اربعه، انت وظروفك حسب اولادك. الاسر هنا يا جماعه ما بتتخطاش الخمس افراد او ست افراد على اقصى تقدير يعني، مش هتلاقي اسره او نادرا لما تلاقي اسره سبعه ثمانيه عشره
مفيش الكلام ده يا جماعه. هنا في المانيا الناس بتخلف على قدها، تلاقي في البيت طفلين، طفل، ثلاث اطفال، والام والاب على اقصى تقدير. بص اهم، بصوا يا جماعه الدواليب او الشرنك، بصوا عامل ازاي. في حاجات متباعه وحاجات مش متباعه. اللي في الوش ده متباع، دول مش متباعين اهو، دولاب اهون ودولاب اهون. بصوا بقى السرير ده يا جماعه، السرير ده ب 180 يورو، 180 يورو. شايفين سرير بالاثنين كومودينو جنبه هم صغيرين يتحطوا بكام؟ بواحد بخمسة يورو اهي، او الاثنين ممكن يكونوا بخمسة يورو، ممكن تاخدهم فوق البيعه على السرير دون ب 180 يورو. والله السرير حكايه حكايه. ترمي طبعا المراتب المقدوده دي وتجيب انت مرتبتين حلوين على مزاجك وعلى هواك. بصوا يا جماعه، بصوا الدواليب، شايفين السراير، بصوا شايفين الدولاب ده متباع اللي في الوش. وانا اهو، انا اهو، انا اهو غلبان يا مفلس، غلبان يا مفلس. بصوا السرير ده، السرير ده ممتاز ممتاز ممتاز. بكام؟ 180 يورو يا بلاش. شايفين الدولاب ده متباع، خساره، يلا لصاحب نصيبه. الناس اللي عاوزه شجره عيد الميلاد اهي، شجره عيد الميلاد بالزينه بتاعتها. بقى خش بقى على المعالق والسكاكين يا نجم، اهو هتلاقي معالق وشوك وسكاكين للسفره واديها اديها ما تحرمهاش. شايفين حاجات كتيره قوي، كله برخص التراب. والله حاجات برخص التراب، حاجات ذهب 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 ذهب. يعني بص يا باشا، لما بقول لك ذهب بخمسه بثلاثه يورو ونص اهي، شايف بثلاثه يورو ونص، اللي جنبها باربعه يورو. الحاجات دي قيمه جدا يا جماعه وغاليه، لو هتشتريها من بره من محل هتشتريها غالي غالي غالي. في ناس بتحب الحاجات دي، في ناس بتعشق الكلام ده. بصوا، تعالى يا عبد الله، تعالى يا عبد الله، ده انت ابن حلال. خد يا عم عبد الله، شايف دي؟ انا شاري دي ب 15 يورو. بكام؟ ب 4 يورو. تخرط فيها بصل، تخرط فيها طماطم، تخرط فيها اي حاجه، 100 100. عبد الله لو شافها مش هيسيبها. خد يا عبد الله، خد. ايوه يا عم، هي دي. شوفها يا عم، لو تعجبك خدها. شايف يا باشا؟ بس تخريمه صغيره حقيقة. مش هتنفع؟ صغيره. سيبك منها، سيبك منها، سيبك منها، ما عجبتش عبد الله. مش مشكلة، عادي، اللي ما يعجبكش يعجب غيرك يا نجم. بص يا باشا، بصوا الجمال، الحاجات التحف والانتيكات، وكله اللي بيورو 120 سنت اهو. حاجات رخيصة 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 ب 40 سنت البتاع اللي جوه دي، شايفينها بزاطة اهي، تحطها بص ب 80 سنت البتاعة دي، ب 80 سنت. والله لو رحت تجيبها مش هتجيبها اقل من 20 25 يورو في اي محل. بص اطقم بقى وتوفق لنفسك طقم جميل، وكوبايات صغيره للولاد من الخزف. يعني الحاجات دي انا بصراحه ما بحبهاش قوي، بس ممكن اللي ما يعجبنيش انا او اللي انا ما احبوش يعجب حضرتك، عادي ما فيهاش اي مشكله. بص يا جماعه الفازات، بص عامله ازاي، حاجات انتيكه انتيكه انتيكه. الفازه بكام؟ ب 4 يورو، ب 5 يورو، ب 3 يورو، ب 2 يورو. بص هتلاقي حاجات كتيره واسعار متفاوته. يورو 80 سنت اهي، شايفها اهي، اللي جنبها بيورو 80 سنت، يعني هتلاقي طلبك وبرخص التراب. بص دي ب 3 يورو و 80 سنت، كل دي ب 3 يورو و 80 سنت، ارتفاعها حوالي 30 35 سنت اهي. شايف حاجات ممتازه 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 ممتازه. بص يا باشا، بص يا جماعه، شايفين يا اخوانا، يعني هتلاقي طلبك. بص البراد ده ب 5 يورو و 80 سنت، براد جميل قوي قوي من الصيني، دي ب 3 يورو و 20 سنت، والناس لو اتكلمت معاهم برده هيخفضوا لك في السعر. انا خلاص اشتريت اللي هي المكتبه الصغيره اللي انا قلت لكم عليها، بس واحنا ماشيين هناخدها ولازم اصورها لكم، حتى لو خلصت معاكم الفيديو ان شاء الله باذن الله هصورها لكم واحنا في الشارع. شايفين يا جماعه، شايفين كوبايات بقى زي ما انت عاوز، هتلاقي كوبايتين وتلات كوبايات وخمس كوبايات مع بعض اطقم، ماشي، واربعات وستات اهو، ماشي. بس دي حاجات ما تنفعش للشاي، يعني احنا عاوزين الكوبايات اللي هي الكبيره زي دي، بس دي مش للشاي يا جماعه، عشان دي هتحط فيها الشاي هيروح مفرقع على طول. عشان حصلت معايا، اشتريت من هنا طقم كوبايات وروحت البيت بحط فيها شاي راحت مفرقعه، اه والله العظيم. فالازاز بتاعها خفيف، مش ده بتاع الشاي، ده بتاع الحاجات المثلجات وبتاع. بص يا جماعه، كل حاجه في البيت ليها حاجتها، وست البيت هي بتفهم اكتر واحده، مراتك هي بقى اللي تيجي تبص وتشوف وتقول لك ده كويس او ده مش كويس. بص تحفه تحفه البتاعه المغطى دي، شايفها ب 180 سنت، يعني ايه؟ غلبان يا مفلس، والله غلبان يا مفلس، غلبان يا مفلس. انت كحيان يا اوراني، يا ام اوراني، اوراني كحيان، اوراني كحيان يا ام اوراني. يا معلم اوراني، يا معلم اوراني.
غلبان يا اوراني غلبان، لسه بدري لسه بدري لسه بدري عليك يا نجم، لسه بدري عليك. ده انت ايامك حلوه، ايامك حلوه. حصلها ايه؟ على شكل خنزير. شايف اوراني بيموت في الكلام ده عشان بيفكره بنفسه. حصلها خنزير ايه؟ عادي، واحنا بنتمشى. بصوا لو حد بقى اللي هي الحاجات اللي بتتحط، يعني الحاجات دي قديمه فعلا يا جماعه، والله قديمه قديمه. بصوا اللوحه بتحكي قصه فارس ورايح يحارب وجاي من المعركه ومعاه الكلب بتاعه. شايف شايف البتاعه دي كلها لوح وتحف، حاجات تحف 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 للصبح يا نجم، للصبح. تدور وتشوف اطباق معرفش ايه، صواني، كله 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 موجود، كله موجود كله موجود، حاجات جميله. بصوا دي على هيئه فلفل، طبعا هي مش فلفل ولا حاجه لحسن تفتكر ان هي فلفل تتاكل، دي حاجات زينه كده وحاجات من الفولكلور يعني. طقم اطباق، بص اطباق كامل اهو، اطباق كامل مش ناقص منه حاجه. وبص ينفع للبيت عندك ما شاء الله، تاكله في صيني واخر حلاوه. والواحد ب 180 سنت يعني، الطقم مثلا لو 10 اطباق ب 18 يورو، لو رحت تجيبهم من بره اضرب في 10، اضرب في 10. شايف شايف، والمكان ضخم 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 ومليان مليان مليان. عبد الله بص مش عاوز يمشي، عبد الله مش عاوز يمشي من جمال الحاجات اللي موجوده هنا. بص ما شاء الله. انا قاعد على الكنبه دي يا جماعه ب 70 يورو، شايف الكنبه دي؟ تحفه ومريحه جدا جدا جدا، بس انا ما تستهونيش دي، تستهوني اللي هي الحمراء فاكرها او النبيتي الاولانيه. يعني يا جماعه بصوا المكان عامل ازاي؟ مليان 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 حاجات. مش عاوز بقى اطول عليكم اكتر من كده صراحه، ده هيكون نهايه الجزء الثاني، واتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. قول رايك في التعليق لو استفدت، لو شميت وقتها، ولو انبسطت من الحاجات اللي احنا بنقدمها. انا بنوع في الفيديوهات، بخرجك هنا بخرجك هنا. طبعا احنا في جو الشتاء يا جماعه، ما ينفعش اروح جهبه، ما ينفعش اروح بارك، كل الحاجات دي مبلله وحاجات كلها تلج وكده، فصعب ان انا امشي في هذه الاجواء كده. لكن في هذه الاماكن انا بعمل لك فيديو وبدي لك صوره او رؤيه عن الوضع خارج المكان، وانت بتستفاد وبتشم شويه هوا، وفي نفس الوقت لو عايش هنا تبقى عارف مكان جديد. ودايما بسيب لك الموقع بتاع المكان في اول تعليق زي ما احنا متعودين. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. صباحكم جميل، صباحكم ورد وعسل، اشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم يا حرام. السلام عليكم، باي باي.